ما ذكرته بالنسبة للوضع صحيح، الدول المتقدمة الآن بتعاني، وبالذات الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي بتعاني من مشكلة رئيسية وهي مشكلة الديون، وهذا ما سيؤدي بها إلى أن تدخل من جديد مرحلة كساد اقتصادي في الفترة القادمة وإلى نهاية هذا العام. ربما الاقتصاد الأمريكي أيضا هنالك مشكلة ديون، لكنها بدرجة أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي، ومتوقع أن الاقتصاد الأمريكي ينمو ولكن بمعدلات متدنية في حدود 2%، وهذا معدل حتما ضئيل وصغير وقليل بالنسبة للمعدلات السابقة للولايات المتحدة. والصورة المشرقة هي اقتصاديات الدول الناشئة والصاعدة، وهي البرازيل، الهند، الصين، وتركيا إلى آخره. هذه الدول لها فترة الآن وهي تحقق معدلات نمو مرتفعة، وبالذات الصين. الصين خلال 30 عام الماضية حققت ما متوسطه 10% معدل نمو سنوي، وهذا معدل مرتفع بكل المقاييس، ومن المتوقع أن تستمر الصين في تحقيق مثل هذه المعدلات في الفترة القادمة. بالنسبة للمملكة، المملكة حتما هي عضو في مجموعة 20، وهذا شيء نفتخر به جميعا، كونها الدولة الوحيدة العربية التي تمثل في مجموعة 20. والمملكة متوقع بإذن الله أن تكون أيضا من الدول الصاعدة والتي سيكون لها تأثير إيجابي وكبير في الاقتصاد العالمي. نحن خلال فترة العامين الماضيين حققنا معدلات نمو ما بين 4 و 6%، ومتوقع أن نستمر في هذا الاتجاه في تحقيق هذه المعدلات خلال الفترة القادمة، طالما استمر معدل أو أسعار البترول في مستوياتها الحالية. طبعا الهدف الرئيسي بالنسبة للمملكة هو تنويع مصادر الدخل. لابد أن لا نركن أن هنالك أسعار بترول مرتفعة، وبالتالي علينا أن نهدأ بالنسبة لما يمكن أن يتحقق في مجال التنمية الاقتصادية. لابد وأن نركز على تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي، والذي يعتمد على الإنسان وتطوير الإنسان، ولذلك لابد من التركيز على التعليم لتحقيق هذه المعادلة الصعبة، وأنا أعتقد بالإمكان تحقيق ذلك. بالإضافة للتحول الاقتصاد المعرفي، الآن هنالك الكثير من الجهود القائمة في ظل الإدارة الواعية القيادة الواعية لخادم الحرمين الشريفين. هنالك الصناعات التحويلية، الصناعات التعدينية، البتروكيميكالز، الريفاينريز، كل هذه الصناعات وغيرها، والتطوير الذي لحق بمختلف القطاعات الاقتصادية يؤدي بنا أن نتفائل بالنسبة للفترة القادمة، وأن المملكة ستحقق الكثير والكثير بإذن الله. الدول الناشئة اقتصادها يعتمد أيضا على الدول المتقدمة، وبالتالي إذا استمرت الأزمة الأوروبية مثلا واستمر الكساد إلى ما بعد العام الحالي، واستمرت الولايات المتحدة في تحقيق معدلات نمو متواضعة، حتما هذا سيؤثر سلبا على الاقتصادات الناشئة، ولكن هذا التأثير هو تأثير في المدى القصير، ولن يكون تأثيرا للمدى الطويل، لأنه أساسيات اقتصاديات هذه الدول الناشئة قوية. أساسياتها تعتمد على الإنسان الصيني الهندي، وبنت اقتصادها بصورة تقلل من الهزات الخارجية بشكل كبير. لا شك أن هذه الدول تعتمد على الصادرات بشكل رئيسي، وبالتالي إذا ما انخفض معدل الطلب في الدول المتقدمة نتيجة للكساد الاقتصادي، سينخفض حجم الصادرات من هذه الدول، من الصين، من الهند إلى آخره. ولكن أنا أتوقع أنه أي تأثير سيكون تأثير قصير الأمد فقط.